السلام عليكم. اليوم جيت كي وعدتكم غادي ندير واحد الغريبه ديال فيرميسين. درنا داك النهار ديال الغريبه البهله مع الكا، جات زوينه الصراحه، جات زوينه الصراحه، كلشي شكرنا ليها. وهذا دابا جيت ندير معكم واحد الغريبه ديال فيرميسين بالكوك، كتجي غزاله الصراحه، كتجي رائعه. يلا غادي ندوزو للمقادير. غادي نحتاج واحد 4 البيضات، 2 كيسان ديال السكر سنيده، السكر هكا ديال كاس العنبة، واحد 2 كيسان ديال الزيت مليحة، الفاني. هاد الفيرميسيل عندي هنايا تقريبا واحد الكاس ونص ديال العنبة، كاس ونص غنديرهم هنا. هنا عندي كيلو ديال الكوك، غادي نحيد منو زلافة. كيلو الكوك هذا كيلو هنايا، غادي نحيد منو زلافة، هاد الزلافة باش هاد الزلافة غادي نحيد، غادي نديرها سميدة. لأن ما دابا بعض المرات كيكون داك الكوك مريدام ولا شي حاجة ويقدر يطلقنا، تقدر الغريبة تسيح. هذا تبارك الله كتجي غزالة الصراحة. يلا غادي ندير، غادي نحيد هاد الكاس اللي حيدتو ديال الكوك، غادي نعوضو بالسميدة. هاهو الزلافة اللي حيدتي هاد الكوك غديها سميدة، وتقدري السميدة تخليها حداك، تقدري دير تا زلافة وديري شي شوية ديال السميدة، إلا كانت الحارة شوية خفيفة ولا حاجة زيدي شوية ديال السميدة. صافي غادي نبداو على بركة الله. غادي ندير البيض وبعض البيضات، البيض كيبقى الحجم اللي درتي هو هداك، كبير صغير واخا يكون كيكون كبير ماشي بشي حاجة، بشي نسبة كبيرة. ايوا الا كان شويه كبير كتزيدي شويه ديال السميده. صافي غير بهاد البيضات غادي ندير واحد شويه ديال الملح، الملح هي الملح الصراحه كتهرس داك الحلاوه ديال الاخر. فاني، اي فاني عندكم نتوما ديروه، ديروا الشاصيه هذيك ديال الشاصي بحال هكا بحال هاد الخماره، ديروا وحده هادشي اللي غادي. صافي نجيب واحد صافي، غادي ندير السكر، ندير هاد العناصر كلها، غتبقى لي غير خماره وهادشي ناشف. غادي نضرب شويه هكا قبل ما ندير الزيت، حيت ملي كنديرو الزيت السكر ما كيبغيش يذوب. المهم انا غادي نخلطو هكا شويه مزيان عاد ندير الزيت. هاهي بعد ما تطلق هاد الفقعات هكا كتولي هكا البل، عاد كنضيفو الزيت حتى الخدمه شويه راه كت كاين لي كيبقى يدير غير كيرولها هكا ويقولك صافي راه لا، خص هداك الشيء يدوب، داك العناصر السائلة كلها خصها تدوب أكثر ديال السكر، حتى كيتبدل اللون ديالو كيرجع أبيض هكا. وحنا كنخدمو هاد الغريبات، هاد الشيء ديال الزيت كلهم خصهم السكر يدوب. هاد كاس الجوج، هاد كاس العنبة، هاد الكاس 2 كيسان السكر 2 كيسان ديال الزيت. صافي غادي نخدم مزيان، غادي نخلط هاد العناصر هادي كلها وان شاء الله ننجح. المهم هي تعقدت، شتي كرجع السائل رجع قاصح وعقد حتى كيبيض، وغي ضربو قد ما ضربتو مزيان. انا كنبقى نحط فيها هكا حتى كت إلا بغيتو تستخدم هاد الغريبة تنجح لكم، وكتجي تبارك الله وخا تبقى لك حتى عام مكداش، كتبقى في الرطوبية ديالها في التعلاكة ديالها. كتعطينا هاد السائل بحال هكا راه مزيان.
صافي غادي نرجعو دابا للكوك. قلت لكم راني نقصت داك الكيلو، نقصت منو زلافه، هذيك الزلافه غادي نحطها حدايا ديال السميده، نفس هذا تقريبا هاد الكيلو قد لقل. وردوا بالكم الكوك شي كيقول لك شمع، شي كيقول لك يدوب، شي ربما لا يبقى حتى دابت غادي يسيح لكم. صافي غادي نبقاو نكبو بشويه وحنا كنخدمو. خاص الكوك يدخل مزيان في هذا، نحيد هذا وغادي نستعمل يدي. أنا ميت ديالي كتسال. صافي غادي ندخلو هاد الكوك هكا في هاد السائل الجبل. ملي كتعلق تبارك الله جاية مهلكة. دابا علاش كنخويو بشوية باش نخدمو؟ هي باش كنزيد ونخدمو داك البيض وداك الشي. تقريبا خص هداك الزليفة باش كندخل هدا هكا، من بعد غادي نبقاو نخويو السميدة هكا بشوية وما كنجمعو. صافي غادي نخليوها واحد الشويه كتشرب على ما نجيبو لاطا ديالنا وندهنوها ونشمشرو الفران. حتى هي بحال الغريبات الاخرين كطيب من التحت، كطيب داك الجن ديالها الفوقاني، الوجه الفوقاني، عاد كنردوها الفوق باش طيب من التحت. يعني كاع الغريبات دايرين هكا، ولا كيبغي داك التشقوق وداك الشي. صافي انا كنخوي السميده رقيقه باش تشرب الماء. خصنا نديرو بجوج صافي. دابا تقريبا ها هي شدت راسها معايا، مازال غادي تزيد تشرب. راكم عارفين السميده كتزيد تشرب. ندخل السميدة مع الكوك وعاد نخدمو ديك الساعة في الفيرميسي. صافي تقريبا ها هي هاديك، وغنوريكم الزلافة شحال بقالي فيها، حيت أنا البيض شوية صغير. يقدر يكون البيض كبير وراها تقدكم الزلافة، تقدر راه ماشي هدا. غادي نخليوها كتلاخر، غادي نزيد واحد الشوية. صافي راه باقي تما كاس عندي باقي تما. صافي غادي نخليوها هكا، غادي نجيب الخمارة ها اللولة. ها الزوجة غادي نجيب الفيرميسين ها هي فينا كاس، تقريبا كاس ونص العنبه. ولا اي فيرميسي عندكم ما تعمروهاش بزاف باش ما تجيش كحله، ما خصهاش عاوتاني تجي هي شويه. غادي نخويها هكا شويه ونبقى ندخلها هي بهاد الخماره هكا. هي هكا بحال كتفتلي الطعم، هي بحال ما تعجنيهاش ما تبركيش عليها اخي يدك. انا راني درتها في الثلاجه باش بردت شويه. هي هكا بحال كتفتليها، الا عجناها عاد يدوب داك الشكلاط ما غاديش يبقى باين هكا. ديرو شي حاجه كبيره، انا درت فهاد السوبيره شويه صغيره هكا. كنجبدو داك تحت الماء حقاش. صافي كنبقى نخلطو هكا حتى كان نشوفها تخلطت مزيان هي وداك الخماره. كنجبدو داك تحت الماء، ما كتعندكم نتوما بحال شي ساعه هكا تقدروا ديروا فيها. صافي بعد ما طرحت واحد الشويش
غادي ندهنو حتى انا فواحد شويه ديال الزيت باش ما تلصقش معانا وصافي الزيت هكا كنهزو حتى تقريبا واحد الفوقه المشمشه بحال هكا وكنقول لكم اللي بغى يكبرها يكبرها شويه وهي من الاحسن كتجي بحال هكا هكا احسن صافي دهنت داك الصفيحه ديال الفرن دهنتها ودرت عليها شويه ديال الدقيق فورس دهنتها كرشيتها هي باش على حساب الكوك ما هي راكم عارفين الكوك شويه كي هذا صافي غير بحال هكا وكنمشيو تبعدو شويه بحال تعدي تسير ما كتسيحش بزاف المهم باش كتعطينا داك الشكل ديال الغريبه وصافي المهم في حاله اللي بغى كاين اللي كيبغي كيطلبها لنا هكا كندهنوها هكا بالسكر هكا كتجي كتلمع ولكن السكر نقصو ملي تديروها باش ما تجيكمش حلوه بزاف نقصو السكر في سائل مع البيض وداكشي بحال دابا غادي نديرو جوج كيسان نديرو غير كاس واحد الربيه والاخر كملوه به هذا دهنوه هكا واللي بغات هكا عادي ديرها هكا اللي بغيتو نتوما كتبقى لكم نتوما اختيار صافي انا كندير غير قطه واحد الفوقه ديال المشمشه داك المشمش اللي كيكون شويه كبير بزاف هكا كنقادها هكا صافي راكم عارفين الشكل تقريبا نتوما يلا بعد ما هي طابت وبردت متخليوهاش تحمر انا اللاطه الاولى راه داز اللي فيها التحمر هي التحمر ديالها هو هذا هكا كتجي محمر هذا هو التحمر ديالها هذا كتجي معلكة تبارك الله عرفتي من الداخل كي كتجي دايره بحال الكيكه ما كاينش تغريبه ديال بحال الكيكه وهي هادي تبارك الله حتى الدراري كتعجبهم من الكبار ولا الصغار المهم تبعوا الطريقه نيشان وعادي تكون ان شاء الله غادي تنجح لكم يلا تهلاو ما تنساوش هاد القناه انا هاد الايامات غادي ندير معكم غير غريبات كاع الغريبه اللي كنت كنديرهم كيصدقوا لي كينجحوا لي كلهم غادي نديرهم ما تخليوش يدوز فيها الفران من الله طولو الاولى غير شويه كتمشاتي هذا هو الطياب ديال هذا هو الطياب خصو يبقى غير هكا يبا تهلاو ان شاء الله فهاد القناه شويه تزيد القدام مازال كاين المزيد ايوا ان شاء الله نتمنوا الخير لكل واحد يلا مع السلامه